عذر. مكتوب ترجع تاني توعد بوعود، ترجع تبعد تنسى ما تكون موجود، ترجع تاني توعد بوعود، ترجع تنسى ما تكون موجود. ليش الدنيا بعدك صارت غريبة، صارت بلا لون، صارت كئيبة، في كل مكان اشوفك انت طيف، الحق سراب اشوف شتايا صيف، اعيش حياة حقيقة ولا زيف، كيف انسى بس قوليلي انت كيف، وصلت الى حد ما وصلوا اي حد، وانا عاني من غيابك اللي كانه حد السيف، وجروحي بعدك ما تنكوي، والليل صاحب والهم خوي، صفحة ألم ما تنطوي، صدمة ندم. أهلا بكم من جديد. حتى بعد اقتحام أجهزة الموبايل ألعاب الفيديو، ما زال في أجهزة ألعاب منزلية لها مكانها أو مكانة خاصة، واللي تكون منزلية ومتنقلة في نفس الوقت زي نينتندو سويتش. شنو المختلف وشنو المميز فيها؟ حنعرفوه مع الزميل آدم الكوافي. أهلا بك آدم. يا أهلا بك آدم. نينتندو سويتش حكينا عليه زمان لما قبل ما ينزل أكيد توه ممكن نازل لي فترة، ولكن نبغوا نعرضوه للناس. شنو المميز في هذا الجهاز؟ المميز فيه انه هو يكون جهاز منزلي ومتنقل في نفس الوقت، يعني مثلا انت تبي تطلع بالسيارة او انك انت تبي تسافر، فالجهاز هذا تقدر انك تشيله في اليد. وكذلك اذا مثلا عندكم حوش تلفزيون واحد في الحوش، والعائلة تبي تتفرج على التلفزيون، تاخذ الجهاز تفكه على طول وين ما انت كنت تلعب، وتلعب على اللي شو اسمه الجهاز على الشاشه الكبيره زي ما وريناه بدري. الجهاز نفسه كان فصله شاشه زي هذا زي الايباد، كانت اليدين مركبات فيها واحده من هنا واحده من هنا، وتلعب بالشاشه نفسها اللي هي موجوده فيه. حلو. طيب ادم، شن اشهر الالعاب الموجوده فيها في الوقت الحالي اللي هي ماريو كارت وكذلك زلدا؟ فنحن اليوم جبنا ماريو كارت اللي هي لعبه سيارات، وان هي تقدر تقول الاسم المميز عندي نينتندو سويتش، وكذلك اللي هو ماريو، حتنزل لعبه ماريو في شهر 11 كذلك، هي ماريو المغامرات. ماريو المغامرات. طيب شو رايك نختاروا شخصيات انا وانت ونجربوا مع الناس؟ انت ما انت بتختار. ناخذ ماريو. ماريو، خذ ماريو على اليسار. اوكي، خلينا ناخذ لويجي. نختار بالاكس ولا بالله؟ بالهذه الاكس. الاكس اوكي تمام. شنت تبي موتو ولا تبي عادي؟ لا نبيه عادي تقريبا. خلينا نختار موتو افضل لي. طبعا هذه لعبه ماريو هي طبعا من اشهر العاب نينتندو بصفه عامه من زمان. تقريبا اللعبه الاشهر على جهاز نينتندو، زي ما في السيجا في لعبه سونيك، في نينتندو في ماريو وزيلدا وبعض الالعاب. والسوني بلاي ستيشن اشهر لعبه، سوني بلاي ستيشن هو جاد اوف وور، كراش، تو جاد اوف وور زمان، كراش، كراش اللي هي الايقونه. كذلك على موضوع كراش، كراش تو موجوده ان هي كالاصدار الالعاب اللي نزلنا كلنا على بلاي ستيشن 1 كان معاد مصر. ان شاء الله يوم من الايام حنجربوها عندنا هنا في الاستوديو. حلو ممتاز. طبعا حنحاول نلعبه، هي جهاز حيكون صغير، يعني تقدر انك انت لما تاخذ الجهاز تلعب معاه مع اخوك او تلعب مع صاحبك، فمش مشكله انك انت لو خذيت الجهاز وتقول لا ظل نشري يد واحده اخرى، يد واحده هي تقدر تاخذها. هذه الكنترولر طبعا حنبدا انا واخذ ماريو على اليمين وانا على اليسار. طبعا نبي نقول للناس على تويتر يقدروا يشاركونا هاشتاج العشيه ويقولوا من يتوقع يفوز، انا او ادم. ما هو خطرك زي المره اللي فاتت في السهريه. عاد انت لاعبها ادم، انا اول مره. لا والله هذه لعبه مع علي انت. كيف نحدف؟ بال ال2 اللي هي على اليسار اساس نعرفها. هي البوكمارك عرفتها. طبعا الايد شويه صغيره بس صغيره، هذه تبي تعود ادم. تبي تعود. هي ممتازه ان هي تقدر انك انت لما تسافر تلعبها حتى يعني في المطار واي تركينه. صح. انت اللي جيت فيك صح؟ طبعا هي فكرتها سباق، وفي نفس الوقت تقاتل في داخل السباق، تحاول انك انت تفوز وتدير مجموعه من الفخوخ. هي الممتعة فيها ان هي زي ما قلت ان هي عائلية، كذلك في امريكا نفسها ان هي شنو مميز، تلقى اشخاص كبار حتى هم في العمر انهم يلعبوا فيها، لها سحر عند الشعب. حلوة هلبة صراحة اللي توني مستمتع بها ادم، وتعرف تشبه للعبة لسباق كراش. لا الكراش هي خذينا من هذه، من ماريو صح، ماريو زمان اللي هي الاصلية صح. فعلا طبعا. في العاب زي زلدا، وفي لعبه واحده اخرى اللي هي جهاز اليد هذا نفسها تقدر تلعبها زي الوي. ايوه هذا اللي بنسالك عليه، هل في العاب مثلا يعني تلعب بحيث انك انت تبدا تتحرك في الايد مع ال؟ في اكيد في اللي هي لعبه اسمها اسمها 1 2 سويتش. شو فكرتها؟ انك انت مثلا شو تدير؟
الجهاز نفسه هذا يقعد انه مثلا انك انت مسدس يقعد كانك قاعد قدام الشاشه وتراجع في الدور انك انت من يضرب الاول. اها فهمت عليك. بنحكي حاجه واحده اخرى، ان الجهاز اللي حقيناه من بدري لما ينفك يقدر يقعد عليه ستاند، يعني مثلا انت مش ضروري انك انت يقعد مع صاحبك توري له الشاشه، يقعد عليه ستاند وتلعب مع بعضكم بنفس المكان. فهمت عليك. وكذلك الفيفا، حتى الفيفا الكوره تلعب تقدر تلعب بها. طيب ادم، افضل لعبه في النينتندو توا في هم كلهم يشكروا في لعبه زلدا، يعني زلدة. لعبه مغامرات واخذه 10 على 10 كلها. ممتاز صراحه. وكذلك ماريو اكيد حتنزل شهر 11 او قدامي انت. سبقتك ادم صح؟ انا قريب يتم السباق يا ادم. حي عليك حي ادم. نشوفوا من يفوز. ابعثوا لنا زي ما قلت لكم على تويتر هاشتاج العشيه، من تتوقعوا حيفوز انا او ادم في هذا السباق؟ لا مش حتقدر يا ادم. طبعا ادم يزبط يزبط فيه حاجات، تشوف فيه مرمار يدير في سرعه وحاجات انا ما نزبطهمش. يا راجل حتى انا اول مره زيك راه. لا 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 انت لعبها مع علي. انا جربتها بس. ايوه خلاص نفس الجو. السباق قريب يتم وللاسف للاسف فزت عليه. ويو صراحه ممتعه جدا جدا ادم جدا استمتعت بها الحق. طبعا زي ما قال لكم ادم بكري هذه الكنترولر او الايد اللي تقدروا تستخدموها كمسدس مثلا في بعض الالعاب وكذلك كصيف مثلا كصيف اي حاجه اللي هو في الكموشن او تلعب بها تنس او تلعب بها جولف ولا اي حاجه اي لعبه تنس ما اي حاجه زي الكنكت معناها لا الكنكت تقعد انت كانك جوا بس هذيك مثلا زي الموف اللي عدناها في عند البلاي ستيشن في ار زي المسدس تقعد مسدس الامور هذين. حلو. طبعا زي ما قلنا بكري هي الايد الاولى والايد الثانيه تركبوه مع بعض وفي الشاشه اللي في النص اللي هي الجهاز نفسه اللي تو مركبينه احنا في الشاشه اللي بنتالي هذا ليش ما نحيناه وتبدا تلعبوا فيها نفسها في الشاشه نفسها وتقعد عليها حتى هي ستاند هي وحدها وحدها تقعد ستاند فتقدر تحطها وتقعد تلعب بها فان هي تعتبر انه الجهاز المثالي للعائله. طيب ادم هل انجح من النينتندو وي اللي فاتت؟ وي يو لا ويو. بس الوي ما زال عنده المرتبه الاولى. نبي نذكر حاجه اللي هو للابهات مثلا اللي بيشروا جهاز لعويلهم انه في انه هو شنو يدير؟ الجهاز نفسه في حاجه اسمها بارن كنترول اللي تقدر تتحكم في العيل شنو يلعب الالعاب كم قضى وقت مثلا قضى وقت اكثر من 10 ساعات تقدر انت عن طريق التطبيق تنزل التطبيق هذا وتقدر تقول له انك انت طفي الجهاز راه زارق عليك اها وانت برا حتى في الحوش ايوه حلو. وكذلك انه هو لو اكثر من وقت مره الوقت واجد انك انت تقول له معلش راح حنطفي الجهاز ما باش يسمع فيها لا جهاز من برا. حلو وفي فيديو هو يوضح اكثر الامور هذين ممتاز ادم طبعا حنمشي نشوفه الفيديو بعد شويه شكرا لك على المعلومات القيمه وعلى اللعبه الجميله واكيد حنستنوك الاسبوع الجاي في حاجه جديده اكيد شكرا لك خلونا نشوف فيديو ايضا يوضح اكثر حاجات اللي كنا نحكوا فيها وبعدها نرجع نكملوا باقي الفقرات It's good to play games But parents sometimes wonder, is my child playing too much? And what kind of games is my child playing? That's why Nintendo created an app to help monitor your child's gameplay. Nintendo Switch Parental Controls. Games are supposed to be fun, but sometimes it can be a source of friction. Nintendo Switch Parental Controls to the rescue. Just set an amount of playtime and the system will let your child know when time is up. Even when they're busy leading the pack and dodging banana peels. Just keep in mind, your parental control settings apply to the system, not individual players. Uh-oh. Looks like the message didn't quite get through. But the parent can see that he's not following the rules. There is a function to have the system go into sleep mode when it hits the time limit, but it's kind of a last resort. You can also set playtime limits for each day of the week. So there can be more time on the weekends, for example. Maybe there can be a little something extra for good behavior. Or maybe not. Ow, 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 ow.
you'll get a report showing how much time your child spent playing which games. So there's no need to peek over any shoulders. Knowing what kind of games your child likes to play can make it easier for you to talk to them. Of course, you'll still have access to standard parental controls. You can set restrictions based on a game's age rating, as well as online communication and social media posting, until your child is more prepared for online play. Once you've established the rules of the road, you and your child can enjoy gaming together. Nintendo Switch Parental Controls. زي ما شفتوا قبل شويه ادم وعمار، يعني الغريب ان التكنولوجيا كل مره يزيد يصغر حجمها، يعني في الاخير مش عارف اما صوابع يبو، يعني صوابع يابانيات مش صوابع بالضبط، بس والله استمتعنا بها صراحه. اكيد تعليقاتكم على تويتر عبر هاشتاج العشيه اكيد حنقرب منهم، وايضا حنقرب تعليقات الفيسبوك اللي جتنا على الساعه 2 الظهر بتوقيت ليبيا بخصوص سؤال حلقتنا: هل العاب الموبايل اقتحمت السوق وتفوقت على العاب المنزليه اي او لا؟ حنقرب بعد شويه. طبعا اول تعليقات اجتنا على تويتر: وي لاف يو من يحيى موسى، شكرا لك يا يحيى موسى. عيسى عامر بعد دعاء، شكرا لك ايضا. مسر تقول: مساء الخيرات منورين عمار ومحمد، حلقه اليوم كالعاده حلوه وموفقين اكثر واكثر، على هاشتاج العشيه في تويتر. يونس الكرغلي يقول: اكيد ادم بيفوز. الحجاج يقول: اكيد ادم بيفوز لان لعبها قبل. هو فاز ادم. ياسمين علي تقول: عمار اكيد. للاسف لا ياسمين خسرت. ايمو لوري تقول: نور ادم، عمار ان شاء الله تفوز ولكن خسرت. وليفيا لوري: هو ان شاء الله انت تفوز بس اكيد ادم حيفوز بحكم الخبره. فعلا. سهى تقول: محلاها عجبتني بس نقول ادم خوافي حيفوز. هارت تقول: ادم بيفوز. مسره تقول: عمار حيفوز. حجاج يقول: ما شاء الله عليكم سطويه، انتم الزوز في السواقه. لا والله ينزل احسن غير شويه لانه لكن في كاميرات. الكوري كوري يا عمار. الكوري كوري بالضبط. يونس الكرقل يسال: بكم السعر وين يبيعوا فيه في ليبيا؟ اعتقد موجوده في ليبيا في محلات. مزبوط. ولكن مقارنه بالدولار حاليا كل شيء غالي، يعني مش ثابت في ليبيا، ما بقدرش نقول لك بالضبط. خلونا نمشوا الى استطلاع سالنا الناس على الفيسبوك: هل اجهزه الموبايل اقتحمت السوق في الالعاب وتفوقت على الالعاب المنزليه اللي هي زي بلاي ستيشن واكس بوكس ونينتندو وغيرها من الاجهزه؟ نشوفوا كم النسبه المئويه كانت اليوم. يلا. اذا نعم تفوقت تقريبا 75% و25 يقولوا انه مازال ما تفوقتش وقاعده الاجهزه. اعتقد عمار معلومه مضبوطه، وكان اليوم الاستطلاع في محله، ولكن ايضا ذكروا الناس بان يعني مثلا عمار زي شركه نينتندو منعت بعض الالعاب ان هم ينزلوا على الموبايل زي البوكيمون فتره طويله، وبعدين لما لقيت انه خلص العالم اصبح يتعلق بشكل كبير بالموبايل بدت تنزل في ماريو وتنزل في البوكيمون وغيرها من الألعاب على أجهزة الموبايل باش يستمر سوقها. احنا نقوله نقطة مهمة محمد أكيد نوهت عليها، وأيضا في حاجة تانية أن أغلب الألعاب اللي نزلت توا بدت تنزل حتى في على أجهزة الموبايل، هذا الشيء أيضا خلى الناس تتجه للموبايل وتستغني على الألعاب. خلينا نبدأ تعليقات الفيسبوك وأيضا على تويتر هاشتاج العشية في تغريداتكم باش توصلنا ونقدر نقروها. أول طبعا منشور السؤال ينزل الساعة 2 الظهر في نفس اليوم بتوقيت ليبيا، ناخذ منها تعليقات. نسمة خير تقول: نعم تفوقت بشكل كبير، نشوف عيل من عمره السنة ما فوق مهتمين بعصر جديد فعلا. تحياتنا لك نسمة. شكرا يا نسمة. نمشي للتعليق اللي بعده ونشوف وجهة نظر مختلفة. محمود يقول: بالطبع لا، ألعاب الأجهزة المنزلية مصممة على أنها بدون بدائل، صح كل مرة تتطور التقنيات لكن لا بديل لألعاب الموبايل، فيها نكهة خاصة بس الأجهزة المنزلية لا منازع في المتعة. وتحياتي. وجهة نظر أيضا. شكله هو جيمر يحب الألعاب. بالضبط هذا بنقول لك. مظبوط. فعنده غيرية على الموضوع هذا. ننتقل للتعليق اللي بعده. سوما الترهوني تقول: بالنسبة للأطفال اللي أقل من 6 سنوات لا، أما لفئة الشباب فتفوقت وبقوة لأنها سهلة الاستخدام وتقدر تلعبها في أي مكان، على عكس البلاي ستيشن وألعاب الكمبيوتر فهي تلعب عادة في المنزل أو في المقاهي. وشكرا. يعني وجهة نظر حقيقية قالتها سوما. فعلا. ما شاء الله حتى البنات عندهم خلفية كبيرة عن الموضوع.
تالين تقول صح تفوقت، لكن ما يهونش عليك تحذف التليفون لما تخسر فيها، لك البلاي ستيشن تخبط على الحيط. لا هو حتى البلاي ستيشن ممكن البلاي ستيشنات اللي قدام عمارك يعني يا مخدوم من تخبيط، لكن الاجهزه الجديده بدت حتى هي حساسه هالبس. صح. نمشوا الى معيب كوين تقول صحيح تفوقت العاب الموبايل، ولكن للاسف صار ادمان لدى الاطفال بشكل كبير، والعاب الالكترونيه بشكل عام غير صحيه، حيث انها تقتل الذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي وتسبب نزيف الدماغ لشده التركيز السريع. خشت في موضوع ثاني، موضوع جدا مهم وتم طرحه قبل هيك في العشيه، ولكن اليوم نحكوا عن الفروق وهل تفوقت او لا. وشكرا على اشاره بهذا الموضوع. شكرا. اكيد تعليق اخر ناخذوه من الفيسبوك، نشوف التعليق اللي بعده شو نقول. يبقى الامل تقول نعم تفوقت العاب الموبايل على العاب منزليه بشكل كبير. ويبقى الامل نعم تفوقت العاب الموبايل على الالعاب المنزليه. تقول ممتاز. سيرينا اس اتش اي تقول نعم الالعاب الموبايل افضل واحلى، لا يوجد فيها جهد، وايضا مش مكلفه. عمال الموبايل انت بتشتري بتتصل به بس تنزل اللعبه. سوسو تقول السلام عليكم، اكيد العاب الموبايل تفوقت على العاب المنزليه بهلبه، لان العاب الموبايل انتشرت بكثره في العالم وفي الكثير من العاب الموبايل، ولكن بصراحه الالعاب المنزليه افضل بكثير لانها كانت طفولتنا فعلا. او بالاحرى تمثل طفولتنا. مضبوط عمار. مروان بن سعود يقول ابدا ولم تقترب حتى من ذلك، حتى هو جيمر بشكل يحب الالعاب من حيث الجوده اتكلم. والله في العاب موبايل بصراحه مستواها جدا عالي، ولكن زي ما انت قلت مازال العاب المنزليه افضل. محمد شيباني جوابي نعم، لانها تقدر تلعب في اي مكان، وخصوصا العاب الاونلاين. الاونلاين اكثر هي مش على الموبايل، على الالعاب نفسها، حتى على الالعاب حتى على الموبايل في هلبة العاب اونلاين. هذه كانت التعليقات. تويتر محمد عندنا مجموعه من التعليقات حنقروها على السريع. بوشكاش يقول المشكله، يقول اوف تبي الحق ايه تفوقت اني يعني نلعب في ما فهمتش جملتك، بس لي سنتين على الايفون يقصد، والمشكله عندي بلاي ستيشن في الحوش ومع ذلك نلعب على الايفون. في عندنا اوليفيا تقول ديروا استطلاع حتى هنا ولا خيرنا احنا مش ناس. بدينا ناخذ في تعليقاتكم على تويتر، حنستمر وناخذ تعليقات اكثر. سهى منورين عمار ومحمد. واخر تعليق من الف تقول الحاجه اللي مخليتني ما نكتبش في الهاشتاج هذا انهم يعبروش في تويتر، لا احنا رجعنا نقروا في تويتر من جديد. نمشوا الى شيء اكسكلوسيف في العشيه، بحيث التقى برنامج العشيه المصور الشاب اكيد محمد بن داود، وحكينا معاه عن تجربته في هذا المجال. نتابعوا مع بعض. كانت يعني اول بديت تصوير، بديت بكاميرا طبعا عاديه، ما كانش فيه احترافيات في التصوير، فكان الشغل بكاميرا عاديه. شجعني اول حاجه طبعا الوالد، يعني كيف ما تقول ورثت عنه، فوالدي حتى هو كان يعني من عشاق التصوير وكان عنده كاميرات وكذا، مهتم بالامور دي يعني. يعني كان داعم لي كبير، دعمني في التصوير. خذيت مش احترافيه اول كاميرا خذيتها سوني ديجيتال، وبعدين في 2011 خذيت يعني بعد 3 سنين ممكن 2009 2010 2011 هي اللي طورت كاميرا بعد ما صارت ثوره في ليبيا وكذا، وسجوا مصورين من برا يعني شفت كاميرات يعني ما كنتش متوقع اني امسكها بصراحه، فخذيت كاميرات صورت بين عجبني الشغل بتاعهم وكذا، فشاورت انا والوالد وطورنا الموضوع. فيك انت يعني مصور محترف ليه ما تستفيد منها التصوير، عرفت؟ لكن في ناس توا يعني يديروا في صور عاديات ومستفيدين في نفس الوقت، يعني عباره عن يدعم. ايوه يدخل جيب التصوير، يعني مصورين واجده ونعرف مصور يعني عدسات وصلت لل 15000 ليره عنده من الشغل بتاعه، فاكيد عندك دخل لما انت تشتري عدسات بالسعر. We'll be right back.
ابدا يعني هي ما تفرقش، عرفت انه يكثروا او ينقصوا، لكن الخبره هي اللي تثبت شيء هذا، عرفت يعني مجرد الرقم هذا مش مهم. افضل صوره صورت سلويت، طبعا هي سلويت للغروب، كانت في ليبيا، صورت كان فيها الشخص اللي انا صورته محمد عيد لاعب باركور، فكان يضرب في الشمس وبالبرجدة. الصورة هذه طبعا شاركت فيها في ناشونال جيوغرافيك وبحثت فيها في 2014، فهذه اكثر صورة عندي. الحاجة هذه أنا كنت نقول هي صح، بس لو اكتشفت لما يعني تابعت آخر أعمال مصور ليبي قاعد في ليبيا، اكتشفت إنه يعني ما تفرقش المكان اللي أنت فيه، الخبرة متاعك هي اللي تثبت الشيء اللي أنت فيه. خلي شعبان يميز على المصورين الآخرين وهو محمد بيترو أن لهم لمسة خاصة بهم معروفة تصويرهم. الصورة لا هو تعرفها أن هذه صورته الشخصية من تصويرها، فلهم لمسه يعني خيال، لهم داروا من فترة خيري كان ننزل فيديو ترابس، الفيديو هذا يعني تحقق كأنك تصوير فيلم احترافي مش تصوير فيلم. أغلبنا نعرف حال ليبيا، نحن يعني حال ليبيا ما نقدرش نعيش فيه، بالنسبة للشخص اللي يكون حياته، بالنسبة للشخص اللي مستقبل كذا، ففي ليبيا يعني نحن نتمنى أنها تجد كويسة باش نعيش فيها، بس للأسف حاليا ما نقدرش. أكيد أنا أقدر، لأن في 2011 خدمت على التصوير الفيديو. يفرق بين الزوز طبعا أكيد في فرق كبير بين، لكن التصوير الثابت اللي أنا تو ثبتت عليه أول حاجة يعني شغلة ممكن أكثر من شغل الفيديو. الفيديو إعدادات بسيطة، لكن التصوير الآخر كل الصورة ولها إعدادات خاصة بها، فيثبت خبرتك ويزيد خبرتك. بالنسبة للدولة اللي أنا موجود فيها تركيا، طبعا الأتراك بصفة عامة يحبوا حاجة اسمها التصوير، فالحاجة هذه فادتني أني أنا يعني كل مرة نحصل موديل جديد نستفيد منه، عرفت نجرب عليه وكذا ونطور من خبرة عن طريق الأتراك. الأتراك أصلاً مجرد ما يشوفوا معك كاميرا كبيرة وكذا هيقدروا أنك مصور يعني بالنظام اللي أنت تشوفه فيه، فاستفدت يعني استفادة كبيرة منهم. طبعاً بارك الله فيكم وشديات أنا سكنها في تركيا، ونتمنى يعني زيارة ثانية يكون فيها يعني أكثر شو من هيك. أكيد هذا كان المصور المبدع محمد بن داود المقيم في تركيا، نحيوه وشكرا جدا على هذا وقته وعلى هذا اللقاء الجميل اللي أكيد استفدنا منه واستمتعنا معه. أكيد لو حابين تشاركونا بفقرتكم الخاصة ابعتونا على إيميل برنامج العشية عشية@218tv.net. لو زرتوا مدينة داخل ليبيا كسياحة أو خارج ليبيا دول مختلفة وحابين تحكوا لنا على قصة هذا المكان، حيكون عندكم فقرة خاصة نعرضها لكم كاملة باسمكم لو حابين، وأكيد كل يوم خميس احنا حنشيكوا على الإيميل نتأكدوا من الأسماء، وتبتحطوا رقم تليفونكم أكيد نتواصلوا معكم ونتأكدوا من هذه المواد. فاصل قصير وبعد الفاصل ديسباسيتو تنتشر في كل دول العالم ومنها ليبيا، وزي ما قلت لكم أمس اليوم 2.5 مليار. أولا سلام، تحية الإسلام، تحية فكرها أفضل الأديان، دين التسامح والتراضي نبضه الإحسان، أفضاله كثيرة من الوحي والسيرة، نحتاج بعض الغيرة للتمسك بالدين، كيف لا ونحن مسلمين، دين الصحابة والرسل والتابعين، سماحة الإسلام نفي الشك باليقين، الحلال بين ولا حياء في الدين، يا رب العالمين وفقنا بما ترضاه، لزرع الخير نبذ الشر، الدين لن ننساه.